من بين المشاكل والإكراهات كان عندنا قطاع سيارات أجرة على مستوى الجهة والمستوى الوطني كذلك. هناك الدولية الوزارية رقم 444، هذه مذكرة فعلا صحيح أن جاءت لتكرس مهنية الحمل بقطع سيارات أجرة، ولكن في مجمل بعض البنود ديالها يعني جاء بعض السلبيات. اليوم كاين نقاش حاد ما بين إخوان ممثلي الهيئات النقابية لدراسة ومناقشة وإيجاد الحلول وإعطاء الاقتراحات للجهات المختصة وخاصة ولاية الدار البيضاء الكبرى. كما يعلم الجميع أنه كان مؤخرا اجتماع على مستوى ولاية الدار البيضاء الكبرى فيما يخص مناقشة بعض البنود ديالها الدولية الوزارية اللي كنكرسوها حنا. وانا شخصيا ككاتب عام وطني لاتحاد عام النقل كنفند بعض الضيعات اللي جاوبها بعض الاخوان على مستوى بعض النقابات اللي كيتكلموا على ان اساس هذه النقابات اللي هي كان ليها صراع مع واحد الاخ داخل قاعه الجهه الدار البيضاء الكبرى انها لا تمثل السائق المهني. بالعكس، نحن نمثلون السائق المهني، والسائق المهني كنعتبره هو المحور الاساسي في منظومه قطاع النقل الطرقي وخاصه على مستوى قطاع سيارات الاجره، وبالضبط داخل الدوريه الوزاريه 44 احنا كنكرسوها وكنعترفوا، ولكن خصنا نناقشوا بعض البنود اللي جات لا تطغى الى طموحات المهنيين. السائق المهني رفضوا الدعم اللي قدمته وطريقه صرف الدعم، شنو رايك؟ طبيعي، انا شخصيا حضرت عده لقاءات على مستوى الوزاره وخاصه بوزاره الماليه. الطريقه ديال الدعم فيها اكراهات وفيها مشاكل، ولكن حنا الان باتصال ديالنا مع الاخوانيين الاخوان ديالنا المهنيين، حنا بتواصل دائم مع وزاره النقل اللي بصفتها هي هيئه الاتصال اللي كتندوب على جميع اصناف قطاع النقل الطرق بلادنا لمعالجه هذه الاكراهات. ووزاره الماليه بشخص السيد وزير الماليه المتدين المكلف بالميزانيه السيد فوزي القزع اللي كيبذل معنا واحد المجهود كبير من اجل يعني معالجه الاكراهات. صحيح انه بدات تعالج الاكراهات، ولليقين كنبلغ جميع الاخوان المهنيين ديالنا انهم غيستافدوا من الدعم ديالهم، وخاصه هذا النقاش الاخير انا كنقولها ككاتب عام وطني، لله الحق في الاستفاده من هذا الدعم المخصص من طرف الدوله هم السائقين المهنيين المزاولون ماشي المستغل، لان السائق المهني المزاول هو اللي من حقه يستافد، لانه هو اللي كيعطي لهذا السائق المستغل.